بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل مع بعض شرح البريست. هنبتدي النهارده في الموضوع المين بالك بتاع البريست اللي هو الكالسيوم ذا بريست. بعض اللي بياخد فيديوهين ثلاثه مش هنحط وقت هو وظروف يعني. احنا طبعا هنهتم ان احنا نعرفه مهم جدا وده تحديث الساعه. البريست كانسر ذا موست كومن تيومر في الفيميل في معظم انحاء العالم. يمكن عندنا في مصر ما فيش احصائيات كتير قوي لسه، انما مثلا في حاجه زي امريكا مثلا من كل 10 فيميل في الدس في السنه او من كل 10 فيميل دس بيبقى في واحده بريست كانسر، مع ان التقبل هناك علميا كتير بس ما زال برضه له مشاكل. البريست كانسر مهم قوي نعرف البروزنج فاكتور بتاعته. جينيتك فاكتور يعني الفاميلي هيستوري، مهم قوي قوي الفاميلي هيستوري. وجدوا ان من 5 ل 10% من البريست كانسر، وجدوا ان في من 5 ل 10% من البريست كانسر له علاقه وطيده. من 5 ل 10% من البريست كانسر بيحصل في فيميل في الفيميل يكون عندهم جين اصلا، اثنين جين بي ار سي اي 1 وبي ار سي اي 2. على فكره بي ار سي اي له اختصار بريست كانسر يعني ايه؟ يعني مثلا واحدة في ميل عندها بريست كانسر، يشوفوا بقى بنتها أو بنت أختها أو هل عندها الجين ده ولا لا؟ لو الجين ده عندها يبقى نسب إن يحصل بريست كانسر بعد كده كتير. وهنا بقى نتكلم في حاجة هنستمر في الكلام فيها، إن البريست كانسر لما تعمل له ايرلي ديتكشن بيفرق قوي بالنسبة للذات ريتمنت. يعني هما تركزوا في البريست كانسر إيه؟ إن ده ديزيز بالذات من الديزيز اللي كل ما اكتشفه بدري كل ما فرص ان الفيميل تعدي من الموضوع خالص بعلاج، ومش كده بس كمان بعلاج يحافظ على البريستيج بتاعها اكتر. فهنا بنركز قوي ان احنا نعمل سكريننج للناس اللي عندهم ريسك فاكتور. طيب لو بص الفاميلي هيستوري، لو في فاميلي هيستوري هيبقى احتمال كتير. الدكتور فاكتور مهم قوي. البريست كانسر تيومر بيعتمد على الاستروجين والبروجسترون، بيعتمد على الاثنين قوي. فدايما يجي في الفيميل اللي طول حياتها كان عندها نسبه استروجين بروجسترون عالي، فيجي في الايرلي مينار والليت مينيبوز، يعني الفيميل اللي قعدت من استروسايكل في حياتها كتير. سبحان الله البريست فيدنج من الحاجات اللي بروفلاكتيك او بيعمل بيقلل فرص البريست كانسر، فيجي اكتر في الفيميل اللي نوت مالت او مالت ونوت لاكتيتنج، يعني اتجوزت ما اتجوزتش ما خلفتش. بيحصل اكتر في الفيميل ان الفيرست بريجنس بتاعها بعد سن ال 30، دي كلها نسب ايكلوس. البري كانسر فيجن بقى الدكتور بابلوما كتير. اتيبيكال انسيلر هايبر بريزيا اللي احنا قلناها اللي ساعات بتحصل مع الدكتور بابلوما في الاندي كويس. اللوبلر كارسينوما انسيلر هنفهم التفصيل ديت كمان شويه. من الحاجات برضه اللي لازم نعرفها مهمه جدا الاوبيزيتي. طب الاوبيزيتي مهم ليه؟ الاوبيزيتي دوت بيزود نسب تكوين او الفيميل اوبيز، بيبقى الفات اللي في البريفرال ده من ضمن الحاجات اللي بتصنع استروجين، فبيزود الاستروجين. زي ما اتفقنا التيومر ده استروجين ديبندنت، انجز الانتيك اوف ايه اوف فات. الايدج والسكس طبعا كومن في الفيميل اكتر وكومن في الاولد ايدج. لو في بريست كانسر في اليمين ممكن يحصل في الشمال، وهنعرف ان في نوع معين بيحب قوي يبقى بياض. دي كلها ريسك فاكتور. طيب النسب الحدوث مهمه جدا. بنقسم البريست زي ما اتفقنا الى ايه؟ الى اربع ارباع. اكتر حته كومن فيها البريست تيومر هي المنطقه اللي البريست بتشوفها كتير، اللي هي الابراتر كوادرنت بالامثله الاثنين، الاثنين مع بعض زي الوسط كومن. في المقابل بقى سبحان الله اخطر حته، ونفتكر مع بعض الكلام اللي بنفتكر نبني، كانت اكتر حته صعبه في الفاتيك دريشن انها بتبعت لكذا مكان اللي هو الميديا كوادرنت 6%. ثم بعد كده بقيت الايه الاماكن. طيب هنركز مع بعض قوي في الاحتكاك دي قوي قوي قوي. ريسك كانسر حاجه كبيره قوي، فلازم اقول لكم كلاسيفيكيشن. بنقسم الكلاسيفيكيشن ازاي؟ نركز مع بعض بقى. لو التيومر طالع من الميجور بكتيفرس دكت او الانترميديال دكت، ده بسميه دكت وده الموست كومن تايب. يبقى لو التيومر طالع من الميجور او الانترميديال دكت، ده دكتال وده الموست كومن. طب لو التيومر طالع من الاسيناي او الجلان او الليبيول، ده بسميه لوبيلر. يعني لو طالع من الجلان او الاسيناي او الليبيول بسميه لوبيلر. في نوع بقى تيومر مخصوص شويه بيبقى طالع من الميجر
تقدر تفرز ضغط بس قريب جدا من الليبل وياكل الليبل في الاول ويأثر على الليبل في الاول. ده بسميه باجت. يعني الباجت ده يعتبر التقسيمه الثالثه بس اكشولي هو سب ديفيجن او سب تايب من الضغط لانه خارج من الضغط بس اختلافه ان بيروح على الليبل في الاول. وهنفهم روح الليبل في الاول ده ليها مميزات حلوه قوي. طيب نكبر بقى الموضوع نعلى بقى شويه. احنا قلنا في ايه؟ باجت وضغط ولوبر. هنيجي بقى على الضغط وعلى اللوبر. كلاهما بيتقسم لنوعين. ايه بقى النوعين؟ نفهم مع بعض الاول على السبوره ونشوف مع بعض الصوره. هنتخيل مع بعض دي اسيلاي او الجولاي ودي ضغط. قال لك والله التيومر ممكن يبقى جوه الضغط وما طلعش بره، مالجننت اه بس ما طلعش بره. ده بسميه نون انفلتريتنج او بري انفيزيف او انسايت، كل الاسماء واحده. يعني التيومر جوه الضغط ما طلعش بره بسميه نون انفلتريتنج، ما عملش انفلتريشن للبيزمنت بريك بتاع الضغط. او بسميه كارسينوما انسايت او بسميه بري انفيزيف. طب طلع بره؟ اه لا معلش بقى ده بقى اسمه انفيزيف. يبقى هرجع اقسم كل ضغط الى نون انفيزيف وانفيزيف. طب نيجي على الالجوريثم على الاسينار، ده بنتي جوه؟ اه يبقى نون انفيزيف. طلعت بره يبقى انفيزيف. يبقى كل واحد من ده هرجع اقسمه الى نون انفلتريتنج وانفلتريتنج. كويس؟ طب عايزين نخلص من ده. من ده هو الانفلتريتنج لوبيلر. لوبيلر خارج من الاسينار. نسبته من 5 ل 10%، نسبة مش قليلة. بس مميز بحاجتين خطار جدا 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 جدا. اللوبلر من النوعية اللي بتدي اتنين كاركتر محدش بيديهم غيرها في البريست. ان التيومر ده ساعات يبقى بايلاترال، ساعات يبقى بايلاترال حلو كده؟ وساعات يبقى مالتي سنتريك. يعني ايه مالتي سنتريك؟ بايلاترال معروفة. يعني حصل في الريد بريست احتمال يحصل في الليفت بريست. طب يعني ايه مالتي سنتريك؟ ركزوا معايا عشان المنصه دي هنكررها كتير في الجراحه. لو ده البريست بصوا كده معايا، لو ده البريست اللوبلر يعمل ايه؟ اللوبلر مثلا يجيب لك ماس كبيره ومحسوسه هنا مثلا وانت تحسها. لو انت خدت منها بايوبسي وطلعت لوبلر توقع ان ممكن يكون في ماس صغيره بتاعتها هنا وماس زيها هنا وماس زيها هنا وماس زيها هنا وماس زيها هنا بس مش محسوسه. يبقى المالتي سنتريك معناه التيومر في كل الاوركان بس في واحده منهم ممكن تكون محسوسه والباقيين مش محسوسه. ده مهم في ايه؟ اقول لكم مهم في ايه؟ لو انا في البريست اقول الكلام ده في التريتمنت عندي اوبشن ان انا اشيل جزء من البريست واسيب الباقي عشان احافظ على شكل البريست واحافظ على السيكولوجي بتاع الفيلمين. هل ينفع الاوبشن ده اعمله في اللوبلر؟ لا ما ينفعش، لان اللوبلر خدعك. هو قايل لك ان عنده بس في حته من البريست انما عنده مالتي ليجن في الاذر سايد ذا بريست. يبقى اللوبلر عايزين نعرف منه الحاجتين دول، ان برضه ان هو بايلاترال ومالتي سنتريك. نرجع تاني للكلام، الصوره هنا واضحه قوي. ده ضغط اهي، التيومر جوه وهنا التيومر طلع بره. نشوف صوره ثانيه برضه، بص بقى دي ضغط اهي، مقطع عرض في الضغط. بص على الصوره دي كده، دي كان واخد مقطع عرض ده بص على الضغط، دي الضغط العاديه. في التيومر جوه اهو بس ما طلعش بره، في التيومر طلع بره. يبقى ده النوع ده بسميه انسايتو او نوت انفيزيف او دري او نوت انفلتريتنج، وده انفلتريتنج او انفيزيف. نبص على اللوبلر برضه اهو، ده اللي بيقول اهي التيومر طلع بره يبقى ده لوبلر، طالما لوبلر يبقى خاف لا يكون ايه؟ بايلاتر ومالتي سنتريك. طيب هنيجي بقى على نوعين بريست كانسر كده خفاف وحلوين كده، هم مش حلوين قوي يعني بس المهم دول. الباشن ديزيز، الباشن ديزيز ده ديزيز غريب قوي. تيومر بيطلع من الضغط بس يطلع على النبل ياكل النبل الاول. على فكره بياكل النبل قبل ما يعمل ماس، ما بيتحسش يعني هو مش ماس، هو راح كل النبل. ده على فكره حلو قوي. ليه؟ طالما كان النبل الفيميل هتشك ان عندها حاجه. يعني التيومر ده بيعتبر اكل النبل بتاعه ميزه، لان هو بيعمل لك المانيفستيشن بره قبل ما يعمل ماس. يعني تخيلوا النبل بيحصل
سنتين من تكوين ماس، بمعنى لو الفيميل دي سابت نفسها كده ما يظهرش فيها ماس الا بعد سنتين. طب بعد ما ياكل النبل يروح على الارله ويعمل فيها تشنج يخليها حاجه عامله زي الاكزيما. الاكزيما دي الناس اللي خدوا جلديه اللي هي زي ما تكون حساسيه كده، زي ما تكون الارله شكلها مختلف. طيب فيها ماس؟ مفيش فيها ماس، لان هو مركز ان هو يطلع على بره الاول. ادي منظر اهو. ده المنظر بالظبط. تحس هنا ان النبل مش موجود وتحس ان الارله كده زي ما يكون حد هارش فيها او ما الى ذلك، يعني زي ما يكون فيها حساسيه اهو. طب بشخصها ازاي؟ مميزه بحاجه بقى، لما تاخد حته من الليجن ده تعمل له هيستوباثولوجي، الراجل اللي اكتشف التومر ده اسمه ماجد، ده اسم عالم، قال لك ايه؟ قال لك والله انا بلاقي في العيان ده لارج كلير، زي ما انتم شايفين كده دي سيلز اهي كبيره والسيتوبلازم بتاعها كلير وفيها الديب ستيمنج نيوكلس اهي 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 اهي. سمى السيل دي ماجد سيل. السيلز دي موجوده في الديب لير اوف الابيدرمس، يعني معنى كده ان تشخيصها سهل جدا كلينيكال او هيستوباثولوجي. مهم هو بقى نفرق بينها وبين الاكزيما. طب هي الاكزيما كومن في الفيميل او كومن ازاي؟ ركزوا معايا كده. واحده في الفيميل بترضع، حلو كده، فابنها مثلا عض النبل بتاعها او حصل لها حساسيه من الرضاعه او وهي بترضع ما كانش منظفه فبدا يحصل الرجي، حلو كده، فيبدا يحصل اكزيما. خلي بالكوا بقى، بس في الحاله دي الفيميل اول ما بيحصل منظر ده بتودي الوضع على البريست الثاني، فتلاقي في الفيميل الاكزيما غالبا بايلاترال انما الباجي بيلاترال. طب الاكزيما اللي بتحصل في الارض ما بتحصلش في النبل، يعني في حالات الاكزيما النبل انتكت انما في الباجي النبل مش موجود. الاكزيما دي جلديه فكان عندها العيانه دي عندها اتشنج بتهرش، ممكن تطلع اوزنج سيروس رياكشن، تديها كورتيكوسترويد تستجيب كويس جدا، الكلام ده مش موجود في الباجت. وحاجه مهمه جدا السن، الباجت السن الطبيعي بتاع التيومر اللي هو 45 50 سنه، انما طبعا اكس ده في الميل في التشاند بيرنج بيريود، يعني في الفتره بتاع الحمل والرضاعه عشرينات او ثلاثينات. طيب نعالج الباجت ازاي؟ لا هتقولوا بقى في علاج البريست كانسر. يعني كل مشاهد دلوقتي كل باثولوجي مميز بايه؟ طب علاجهم كلهم هيبقى في ايتم كبير اسمه تريتمنت اوف بريست كانسر. هنيجي على تيومر وحش جدا 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 ورخم جدا ومن اكتر التيومر اللي احنا لما بنشوفه بنبقى زعلان قوي لانه اجريسيف جدا. تيومر ده اسمه انفلاماتري كارسينوما او ماستاتس كارسينوما بوسا. التيومر ده غريب قوي، تيومر يحصل اكتر في الفيميل بتاع في البريست بتاع الفيميل بريجننت او لابتيشن. تلاقي التيومر مره واحده خد لك يجي البريست كده ويخلي السكين بتاع البريست ريد وهوت ويعمل فيفر، بس فيفر مش عالية قوي. فالمنظر ده يشككك ان ده انفلاميشن في البريست تيشو، عشان كده سموه انفلاماتري كارسينوما او ماستايتس. شايفين المنظر ده؟ المنظر بالظبط. خلي بالك المنظر ده قريب قوي من الماستايتس اللي شرحناها في الفيديو اللي قبل اللي فات اهو. لذلك التيومر ده مشكلته يا جماعه هايلي هايلي اجريسيف هاوي للاسف، يعني ممكن يعمل ترميشن لايف في اربع خمس شهور لانه سبريد بطريقه رهيبه. خوفي بس ومشكلتي فيه انك انت لما تجي لك حاله زي دي بما ان الانفلاميشن او الماستايتس هو الكومن اكتر فتتوقع ان هو ماستايتس. يبقى مهم جدا يبقى في جدول فرق ما بين الانفلاماتري كارسينوما والماستايتس، الانفلاماتري كارسينوما والاكيد بكتيريا الماستايتس. خلي بالك مع قوة الانفلاماتري كارسينوما وسرعتها بس برضه مش قوية في الحدوث قوي زي الانفلاميشن. يعني ايه؟ يعني مثلا على ما تحصل والبريست يحمر بياخد لها مثلا 10 20 يوم، انما لو تفتكروا الماستايتس اللي شرحناها يوم او اثنين. طبعا الفيفر تبقى اعلى جدا في الماستايتس 100%. الماستايتس لو تفتكروا كانت بتاخد لوب من البريست سيكتور من البريست كده، انما الانفلاماتري كارسينوما تاخد لها تلت البريست. لو اديت انتي بايوتيك من هيستجيب ومن مش هيستجيب، دي كلها مهمه جدا. الليمف نود وهكذا، دي الليمف نود ما بين الاثنين، مهم نعرف ما بين الاثنين. على فكره دي ذا موست باد بروجنوزس اوف بريست كانسر، يعني اكتر بريست كانسر باد بروجنوزس. اللي قبلها
ذا موست جود بربوز البجر، لان التيومر ده بيجي بدري قبل ما الباس اصلا تتحسن. طيب نركز مع بعض بقى في الكومر باثولوجيكال تايب. يعني كومر باثولوجيكال تايب يعني نركز مع بعض عشان ما نتوهش. احنا قلنا في عندي باجت وبكتل ولوبلر، حلو كده؟ الباجت شرحناه لوحده. اللوبلر قلنا عليه حاجتين مهمين جدا، مالتي سنتر بايلوتال. هنيجي على البكتل اللي هو النص كومر. اللي في الماتريكاس روما ده نوع الدكتل بس نوع ريت. طب الدكتل ده اللي هو النص كومر له انواع او له انواع؟ يبقى انا بشرحه دوت انواع الدكتل اللي هي النص كومر. اول نوع واشهر من النوع البيز الدكتل اللي هو ان او اس. ان او اس ونعرف ان او اس دي يعني ايه؟ حلو كده؟ ده اللي كان زمان اسمه سكيرس تايب. يعني لو في كتب باثولوجي فتحتوها زمان ولا حاجه، النوع ده كان اسمه سكيرس تايب. ده الموست كومن تايب. يعني ايه الموست كومن تايب؟ يعني ده التيومر تبركم اللي بيحصل في الفيميل عند سن ال 50 60 سنه. تيجي ناس الناس دي تبقى هارد كده وفيها فايبروزز وتبقى ماسكه في اللي حواليها، يعني تيبيكال بريست كانسر. سموها ان او اس ليه؟ ركزوا معايا كده. التيومر ده لما عملوا تيست باثولوجي لقوا فيه مالجنت سيلز. يعني ايه مالجنت سيلز؟ يعني سيلز كده سفرويدال سيلز كده. اي مالجنت سيلز بتبقى مميزه بالاتي: هايبر مايتوتيزم، بري مورفيزم، ان سي انكريز ان سي ريشيو اللي هو النيوتر سبورت ريشيو. انما ما لقوش سيلز مميزه للتيومر ده. يعني ما لقوش مثلا هتقول كمان شويه في سيلز معينه بتبقى موجوده. تعرف ان التيومر ده نوع فلاني. فعشان كده سماها ان او اس نوت اذروايز سبيسيفايد. يعني انا مفيش حاجه بشخصها ان هي النوع ده غير ان الاقي مالجنت سيلز فقط. مش مفهوم اول حته دي، هنفهمها في اللي جايه. ركزوا معايا في اللي جايه. نوع اسمه مدلري. ركزوا معايا بقى. المدلري ده مميز جدا في الهيستوباثولوجي ان فيه لنفوسايت. يبقى اول ما تلاقي لنفوسايت تعرف ان ده مدلري. حلو كده؟ في نوع تاني اسمه ميوسينس. الميوسينس ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى التيومر سيلز او السيلز كلها ميوسين. بص بقى، دي سيلز هي فيها ميوسين. الميوسين لما يجي يملى السيلز يخرج النيوكلس في الطرف، تبقى النيوكلس عامله كده. فيديك منظر اسمه سيجنت رينج ابيرنس، او بشوفه منظر ده يبقى ميوسينس. يبقى اللي عايز اوصل له اللي النوت اذروايز سبيسيفايد الموست كومن دي ما فيش فيها سيلز كاركترستيك لها. نرجع نتكلم عن المدلري. المدلري مهمه جدا في حاجه، ركزوا معايا عشان المدلري دي من الحاجات اللي هزعها. المدلري التيومر بيبقى كبير مش صغير. اول حاجه ضربها في التيومر، يعني التيومر معروف ان هو مش كبير قوي، لا دي كبيره. خدوا على الحاجه الثانيه اللي هزعها، التيومر ما بيبقاش هارد، ساعات بيبقى سوفت. اوبا، لما تيجي تقطعه تلاقيه من جوه كده لين وطري، عامل زي الكات سيكشن بتاع البرين لو تفتكروه في الانابولي. لذلك حتى سموه انكيفالويد. اوبا، ده معنى كده ايه؟ معنى كده ان هو لغايه دلوقتي بعدك عن التيومر. الماس كبيره ما هياش هارد قوي وفيها كمان جوه حاجات كده يعني سوفت. خد الكبيره دي كومن في سن ال 35 في الثلاثينات. اوبا، ده اللي عايز اوصله بقى. البريست كانسر لغايه دلوقتي قاعد يلعبني ازاي؟ جه بصوره زي الانفلاميشن، وجه بصوره زي الاكزيما، مش كده وبس. ده جه في الناس قال لك انا هديك ماس تيبيكال زي اللي انت عايزها، اللي هو الانفلاميز الضبطه اللي هو ماس صغيره وهارد وهوا، بس هجيب لك ماس كبيره وسوفت وفي سن مش كبيره. عرفتوا ليه احنا دايما لما نيجي نشرح لكم نقول لكم البريست كانسر توقعه في اي ديسيز؟ يعني ايه؟ الكانسر في اي مكان ست عن ست او راجل مثلا، اي تيومر في اي مكان يعني ست او راجل عندها 60 70 سنه وناس صغيره وانفلتريتد. لا هنا في البريست بقى قاعده العب. تيجي بالمنظر ده وساعات تيجي بمنظر سن اصغر وساعات تيجي بمنظر ناس مش كبيره وهكذا. كويس؟ طيب ده المدلري كالسيوم. اليوم الكارسينوما قلنا عايزين حاجتين فيها، ايه وايه؟ بايلاترال ومالتي سنتريك. طيب السبريد بتاع التيومر بريست كانسر، السبريد ده بقى
عايز حضرتك تتفضل مشكورا كده وترجع للاناتومي ازاي؟ لوكال سبريد. لوكال سبريد الاول يخش في البريست تيشو، يعني لو كان دكتور يقوم مكمل بقى واخد الفات واخد الكوبرز ليجامنت وياخد المسلز اللي وراه. طيب لمفاتك نرجع الاناتومي، لمفاتك كان 75% و25% و البراد سبريد. لحظه، ده البراد سبريد كان في كونكشن كده عن طريق فيرتبرال فينس بريكسس يروح لللمبر بريكسس، لذلك البراد سبريد هنا ايرلي قوي يديك مايكرو متستاتيك، ولازم نكتب الحته اللي هو بيروح لللمبر فيرتبرال بطريقه مختلفه شويه. يبقى كل السبريد هنعتمد على ايه؟ على الكلام بتاع الاناتومي، ولكن هنزود في السبريد حاجتين مهمين جدا. اول حاجه كلمه اسمها بيجي اورنج. ايه بقى البيجي اورنج ديت؟ اللي هو جلد البرتقال. بص معايا بقى على الصوره اللي هتشوفها هنا عشان دي مهمه جدا 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 جدا. بصوا هنا، انا هاجي على قطعه سكين البريست واكبرها قوي. ده السكين بتاع البريست اهوت بيبقى فيه كده سويت جلاند كده، سبيشس جلاند عادي خالص زي اي سكين، وبيبقى فيه الليمفاتيك فيزلز بتاخد الدرينج بتاع السكين اهو كده اهو كده اهو. ده الليمف نود او الليمفاتيك فيزل اللي بتاخد الدرينج بتاع السكين. انت عندك كانسر بريست، الكانسر بدا يروح يقفل لك الليمفاتيك بتاعة السكين. يقفل الليمفاتيك بتاع السكين، معنى ذلك ان السكين ده وده وده هيبدا يحصل فيه اديما اللي هو الليمفيديما، فيبدا يحصل المنظر ده اهو اهو السكين اهو عيله هنا كده وعيله هنا كده وعيله هنا كده. ولكن المناطق اللي داخله جوه بتاع السويت جلاند او السبيشال جلاند دي ما حصلش فيها اديما، فيبدا الجلد يعلى وتلاقي فيه حفر في النص يبقى عامله زي قشر البرتقال البيج اورنج. حلو كده؟ دي مهمة جدا، ولكن حاجة مهمة أوي، هل دي سبيسيفيك للكانسر؟ يعني نركز مع بعض كده، لو أنت عندك أي ديزيز يقفل الليمفاتيك يعني البيج اورنج، لو أنت عندك انفكشن أو أورجانيزم داخل قفل الليمفاتيك يعني البيج اورنج، يبقى البيج اورنج ده يشككك إن هو كانسر، إنما مش شرط يبقى كانسر، يعني مش شور ساين أوف كانسر. طيب الترانسسيراميك او البروتينيال سبريد، يعني ساعات التيومر بيخش جوه البروتينيال ويعمل سبريد. الترانسسيراميك سبريد دوت يعني في اقاويل وكلام كتير عليه قوي ان هو ما هو الصح وان هو وان هو، احنا هنقول الكلام اللي يهمكم كطلبه. ساعات التيومر ده يقع على الاوفري يعمل كروكنبرج تيومر. كروكنبرج على فكره اسم عالي، الكلام ده على فكره توفى وقير قوي. الكروكنبرج تيومر ده اوفريان تيومر كومن يحصل لما يبقى سبريد من مكان تاني غير الاوفري، له كاركتر معينه كده مميزه قوي ان هو يبقى بايلاترال وبيحصل في سن صغير. طيب ساعات بيأثر على الدوجلاس باوتش فيديه حاجه اسمها البلامر شيلف. الحته دي عايزين نفهمها عشان دي هنلاحظها كتير قوي. نتخيل مع بعض كده، لو انا كده باخد مقطع سجل سجل كده ببص على البلفس، ببص على ايه البلفس؟ البلفس من تحت ده الريكتا اهو، ودي البرادر اللي هي اهو كده، وبيبقى في عندك حاجه اسمها ريكتو فازيكال باوتش، وده في الفيمين بيبقى اسمه دوجلاس باوتش. المهم التيومر يحب يروح المنطقه دي، خلي بالكم، فلما يروح المنطقه دي يبدا يقوم داخل كده وتزعق الوند بتاع الريكتا، زي الروب بتاع الريكتور، فتلاقي التيومر هنرسمه كده بصوره اخضر كده اهو، وزي الروب بتاع الريكتور، فيبدا الروب بتاع الريكتور هنا يخش جوه كده. فسيادتك لما تحط صبعك ديش ريكت اكزامينشن تحس كده ان الانتيريور بتاع الريكتور في حته عامله زي الرف كده. اول واحد شافها عالم اسمه بلمر فسميناها بلمر شيلف. نقطة مهمة قوي، لو أنت حسيت إن في بلمر شيلف ده مش شرط يبقى بريست كانسر. أي كانسر يعمل سبريد جوه البروتينيال يعمل بلمر شيلف. يعني بلمر شيلف دي حضرتك هتعوزها كتير قوي في أماكن تانية في منهج الجراحة. كويس؟
يبقى دي انواع الاسبريد اللي احنا قلنا عليها. طيب الاستيشن بريست كانسر من الحاجات المهمه جدا، استيشن بريست كانسر مهم جدا جدا يعني، وفي ستيشن كتير في اي او جي اس وفي مانشستر وهو اللي انا هركز عليه الاستيشن اللي مهم عليك انت تختاره. يعني 90% او 95% من اسئلتنا في البريست كانسر على الاستيشن ده اللي هو التي ان ان. التي ان ان ده الاستيشن انترناشونال لكل تيومر. علينا نفهم فكرته، فكرته ايه؟ كلمة تي يعني تيومر، حجم التيومر قد ايه؟ ان لينف نود، في لينف نود متأثرة ولا لا؟ ام ديستنت مسافتك موجود ولا لا؟ يعني تي ان ان هيبقى عبارة عن ثلاث عواميد. التي نتكلم عليها اللي هو التيومر بحجمه، الام اللينف نود اشكالها ايه واللي بيحصل فيها ايه، ثم الام اللي هو الديستنت مسافتك. فهنبدا نركز على التي ان ان قوي ونشوف التي ان ان دوت، لان التي ان ان في البريست مرت مراحل كتير. هنتكلم ان شاء الله على احدث حاجه فيه بالنسبه لك انت قطار، وارجع اقول تاني بالنسبه لك انت قطار. وبنعيد مزيد تاني انا بشرحه ده من ليه طلبه البكالوريوس، ده ما يمنعش ان ينفع ماجستير ودكتوراه وكل حاجه. اي حد حاسس ان في معلومه ما اتقالتش او مش فاهمها او يتواصل معايا بكومنت على الفيديو واشرح له كل حاجه، ما فيش اي مشكله. هنيجي على التي ان ان، هنيجي على التي حجم الطيور. تي اي اس، تي اي اس دوت اللي هو اختصار كارسينوما ان سايتو. فالتي اي اس ده اللي هو ايوه اللي هو نون انفيزيف دكتر او نون انفيزيف لوبلر. قال لك والله انا عندي الباجيت ده، هو الباجيت يعتبر انفيزيف بس هو بيجي ايه لاول صغير قوي، فحط الباجيت معاه. حط الباجيت ايه؟ معاه. نركز في الحته الجايه دي بقى فيها لعب كتير قوي. تي واحد، تي واحد دي كانت مثلا من 10 15 سنه لو التيومر من 0 ل 2 سم. من 0 ل 2 سم، فما كنتش الحته دي فيها كلام جديد يعني. من بالنسبه لي برضه قطر البكالوريوس. من 1 ل 2 من 0 ل 2 سم. فقال لك طيب انا ساعات بكتشف تيومر اصغر قوي صغير قوي. على فكره اللي بكتشفه من 0 ل 2 سم ده غالبا ببقى بالماموجرام انفستيجيشن. قال لك طب معلش انا العلاج بتاعي هيتوقف على الحجم الصغير ده، فلو سمحت كده من 0 ل 2 سم دي، بما اننا بقينا بنكتشف مثلا 1 مللي و2 مللي و3 مللي، عايزين نعمل له سب فيجن. يعني ايه؟ هتلاقي كل الكتابه دي واحد من 0 ل 2 وداخل على دي 2 على طول وداخل على دي 3. لا في واحد دي بدات عاملها سب فيجن. سب فيجن ازاي؟ ركزوا معايا قوي. قال لك في تي واحد ام اي سي، ام اي سي اختصار مايكرو انفيزيف. مايكرو يعني التيومر بتاع تي واحد ام اي سي دوت من 0 ل 1 من 10 سم. طيب حلو، في ايه كمان؟ قال لك في تي واحد ايه؟ قال لك دي من 1 من 10 سم الى نص سم. طيب في تي واحد بي من نص سم الى 1 سم. تي واحد سي لا هم قاعدين يحتحتوا كده، لان هنا دلوقتي الكلام الحديث قوي بقى انك البريست كانسر علاجه على حسب الحجم، وكل ما الحجم يصغر كل ما فرص ان العلاج تبقى ناجحه اكتر. فقال لك معلش انا ما اقدرش اساوي التي واحد سي بتي واحد ام اي سي. ده كله التطور في البريست، اكتشاف البريست ايرلي، القصه بتاع بقى حملات الكشف وبكى على سرطان الثدي اللي بصراحه اعجاز اللي بتعمل في مصر حلوه جدا ومهمه جدا. طيب هنيجي على تي 2. تي 2 اهو بص هنا بقى من 2 ل 5 سم. تي 3 اكتر من 5 سم. يعني 6 7 8 خلاص بقى. عديت تي 4. تي 4 اي حجم، اي حجم يعني ممكن دي ممكن 2 سم او ممكن 2 سم 3 سم، بس على شرط ان التيومر ده مسك حاجه حواليه. يعني تي 4 اي حجم بس مسك حاجه حواليه، سواء بقى شيست وول او سواء سكين او سواء مسك الشيست وول او السكين. من 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 صعوبه الانفلامات الكارسينوما تخيلوا بيعتبروها تي 4 دي اسوأ نوع. خلي بالكم في المقابل كان احسن نوع اللي هو الباجيت ديزيز. دي مهمه ليها كل دلوقتي مهمه ليه. طب نيجي على الانفلود. الانفلود لو مش محسوسه يبقى ان زيرو. طيب لو بريست كانسر مثلا رايت
وانا حاسس انفرود رايت بس الموبايل مش فيكسل ان واحد. طب لو بريست كانسر رايت وانا حاسس انفرود بس فيكسل بان اتنين. طيب لو بريست كانسر رايت وانا حسيت بقى سوبرا كلافيكولار وحسيت حاجه في الابر ليمب دي ما هتقول اسمها ايه؟ يبقى دي ان 3. حلو كده؟ البروجنوزس اوف بريست كانسر. السؤال ده بيجي بس كتير قوي 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 قوي. The most important prognostic factor of breast cancer is lymph node. يعني lymph node هقول لك. يعني العيان عنده lymph node ولا لا؟ طب عنده lymph node وانت بتعمل العمليه لقيت lymph node موبايل ولا فيكسد؟ فيكسد يبقى بدل prognostic. صغيره ولا كبيره؟ الليفل فاكرين لما قلنا الفلوس الاجزله ليفل واحد واثنين وثلاثه، كل ما الليفل يعلى كل ما البروجنوز يبقى باين، مش كده وبس؟ ده لو حاجه غريبه قوي، لو انت شلت الانفلود ولقيت كل الانفلود نيجاتيف اللي شلتها فرص ان العيانه تعيش 10 سنين بعد العمليه 65%. طب لو شلت الانفلود ولقيت من واحده لثلاثه بوستر، شفتوا بقى الفرص بتاع 10 سنين انها تعيش قلت تقريبا النص، تقريبا 2%. طب لو لقيت اكتر من اربعه بوستر النسب قلت خالص 13%. يبقى ذا موست امبورتنت از ليمف نود. ده ما يمنعش ان في فاكتورز ثانيه مهمه في البروجنوز. كمثال مثلا السكس. لو بريست كانسر الميل او فيميل ايه الاصعب؟ الميل. مع انه مش كومن. ليه بقى؟ لان الميل ما عندوش بريست تيشو فالتيومر على طول هيخش على الشيست وول. طيب السايد فاكرين التيومر الميديال لوكيت بالذات اللي هو الميديال كوادرنت اللي كان بيروح في كذا حته. طيب الطيب لسه هنا دلوقتي كارسينوما ان سايت وباجيت يبقى جاي يس احسن حاجه اسواهم الكارسينوما. طيب هيستولوجيكال جريدنج يعني ايه جريدنج؟ يعني جبت التيومر كده عملت له هيستولوجي. كل ما البريمورفيزم زياده وكل ما الام سي ريش زياده كل ما التيومر يبقى مور اند مور باد بروجنوزز. فبتتقسم الى جريد واحد وجريد اثنين وجريد ثلاثه. جينا بقى ليست دي مهمه او ساعات تيجي ام اس كيو، حاجه اسمها نوتنج هام بروجنوتيك اندكس. طبعا نوتنج هام دوت اسم كده العقليه طبعا. قالت ايه؟ قالت طب انا مش عايز البروجنوزز يعتمد على فاكتور واحد، طب ايه رايك؟ هجيب ثلاثه فاكتور واضربهم في بعض وتطلع لي اندكس. ايه الثلاثه فاكتور دول؟ انا بحترم مؤسسة التيومر، يبقى مؤسسة التيومر هيبقى ده فاكتور. وانت لسه قايل لي الليمف نود، ماشي يا عم هحسب لك العدد بتاع الليمف نود واشوف لك الجريدنج هل هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثه واضرب الثلاثه في بعض بحيث يبقى المعامل بتاعي ما عادش بيعتمد على حاجه واحده بس، بيعتمد على ثلاث ايه؟ حاجات. دي ساعات بتيجي برضه في السكوت. كويس؟ طيب الكلينيكال بيكشر بتاع البريست كانسر. الكلينيكال بيكشر بتاع البريست ايه؟ كانسر. حلو كده؟ في عندنا سيمتوم في عندنا سايت. في عندنا سيمتوم وسايت. الموست كومن سيمتوم اكسيدنتالي ديسكفر ماس. مشهور قوي. يقول لك انا بستحمى وانا اكتشفت الماس دي. ساعات ايه؟ ساعات تبقى الماس موجوده من زمان بس الست اتخبطت فبدات تشوف صدرها فقالت ان الماس دي بسبب الخبط، مش بسبب الخبط، لا ده هي دايركت اتنشن بيشنت بورد الماس. ساعات تيجي بقى الساين اوف ميمبر اتراكشن وديشارج وبين والحاجات دي كلها. ودلوقتي حاليا بقى حاجه مهمه جدا ممكن يكون في هيستري بس لوزن فاكتور، يعني نركز مع الفيميلتي لا ابن منار لا ابن نبوز لا عندها فاميلي هيستري. حلو كده؟ الحته دي مهمه جدا بقى يا جماعه ده هي. دلوقتي بقى بيكتشف بالسكريننج الماموجرام اللي هشرحه بالتفصيل وهقوله غالبا فيديو كامل لوحده. طيب الساين بقى ركزوا معايا يا جماعه لما اجي اعمل تلفزيون لحد بريست لازم الست تقعد كده اهوت تقعد كده اهو ده كذا طريقه في الانزيميشن هتكون بس قاعده تقعد كده وتكشف صدرها بحيث اشوف اليمين من الشمال زي بعض ولا لا كحجم وشكل. بصوا على الصوره دي واضح جدا ان البريست اليمين غير الشمال يبقى ده انسبكشن. ببص على البوست بريست ببص عليه كمان انسبكشن على النبل هل النبل فيه ريفراكشن ولا لا؟ وريسنت ريسنت يعني ايه؟ يعني هنقول بعد كده ان ممكن ريتراكشن كونجنتال من زمان يقول لك لا ده ريسنت. التشنج بتاع الدايركشن بتاع النبل هقول لكم يعني ايه؟ بصوا سبحان الله عارفين النبل الطبيعي الدايركشن بتاعه ازاي؟ سبحان الله بصوا كده واحده في ميل هترضع ابنها هتحط ابنها كده احسن
احسن دايركشن للنبل عشان الولد يرضع فورورد وداونورد ولاترال. سبحان الله، ده الدايركشن بتاع النبل الطبيعي. النبل الطبيعي فورورد وداونورد ولاترال عشان شيلة الطفل كده. فتلاقي النبل جه ميديان. جه ميديان ليه النبل؟ بمنتهى البساطه تبص كده على صوره توضيحيه كده. اهو ده البريست اهوت اهو، وده الارض وده النبل. في مسهم، المسهم اللي هنا شدت النبل عليها. هنروح بعيد ليه؟ بصوا كده حضراتكم على الصوره دي، بصوا كده على ده. بصوا على النبل ده وبصوا على النبل ده. النبل ده الدرجه بتاعه بقى ابورد اند لاترال. حلو كده؟ طيب بصوا على السكين هنا. السكين هنا في حته فلسينه داخله جوه، دي اللي احنا قلنا عليها اسمها ديمبلينج. بصوا على النبل اللي داخل جوه ريتراكشن، يبقى ده كله اهو ديمبلينج وبطرنج في السكين. حلو كده؟ طيب في حته مهمه قوي في الديمبلينج ده، بصوا كده الحته المهمه دي في الديمبلينج ده، ركزوا معايا عشان دي مهمه في الكلينيكال هتحتاجوها قوي. نركز مع بعض كده، ده السكين وده البريست وده النبل اهو. هفترض ان ده كوبرز ليجمنت اهو، كوبرز ليجمنت اهو، والتيومر راجع منه انفلتريشن، بس التيومر لسه يجري. يعني ايه؟ ما شدش قوي على الجلد، ما شدش على الجلد قوي. طب بصوا كده ركزوا معايا، هقول للحاله اقعد وارفع ايدك. لما هترفع ايديها فوق السكين ده يحاول يطلع فوق، يحاول يطلع فوق. في الحاله دي بقى الكوبرز ليجمنت كلها ما تطلعش. فالدمبلنج اللي ما كانش باين هيبان، او اللي كان باين بصوره قليله هيبان بصوره اكتر. يبقى ده تيست عشان اتاكد الدمبلنج موجود ولا لا. طيب سكين ديول ممكن تبقى سكين ديول وساعات تبان في الامبلايكس. فاكرين مالجنت ديول اللي ممكن تمشي عن طريق اللور ميديال كوادرنت. السريشن وفانديشن تلاقي السر، ده بس عندنا كده هنشرح السر دي بالتفصيل بعد كده. واهم حاجه الالسر دي، الالسر دي افرق بينها وبين الالسر بتاع الفلويد تيومر عن طريق ايه؟ لسه قايل الفيديو اللي فات عن طريق البروب تيست. دي كلها سكين مانفستيشن اوف مالجنت. كانسر الكراز ده التيومر ده حاجه ريل قوي لما تنفستشر بره. ساعات المالجنت سيلز تقوم خارجه عن انفلتريشن للسبك تينس تيشو بتاع البريست وبتاع الارض، فتعمل اديمه جامده في البريست والارض، فتلاقي السكين بتاع البريست وبتاع الارم ده تخين قوي، عامل زي الدرع بالظبط. كانسر الكراس بالفرنساوي الكراس يعني درع، يعني كان لما ايام زمان لما بيمسكوا الدرع كانوا بيمسكوا كده، الدرع كان بيحمي البريست او بيحمي الشيست وبيحمي الارم، فهو مثلوها كان انت عامل درع بس بسبب الكانسر. ساعات يحصل اديمه في الارم، اديمه في الارم ليه؟ بسيطه جدا. هو ليه الفلود اللي جوه اللي هي في الاكسيلر دي مش دي درينج ابر ليفل؟ طب دي لما تقفل بسبب المالجمنت. طب ما على ذلك ان الليمفاتيك فلويد اللي جاي من الارض هيلاقي الليمفاتيك مقفوله يرجع تاني يعمل لك اديما في الارض، والاديما في الارض دي هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده، لانها وان اوف ذا موست كومن مانيفستيشن بتحصل بالذات بوست اوبرتيف، وهنعرف بوست اوبرتيف ليه بعد كده. طيب لما اجي احس المسمع بلاقي الناس الريجولر، بلاقي هارد ال ديفاين ليميتد موبيليتي، تتحسب ايه؟ افتكروا معايا بقى، تتحسب التب وبالفلات بالاثنين، تتحسب ايه؟ بالاثنين، وساعات تبقى ماسكه فيه السكين. يبقى احنا كده النهارده في التيومر بتاع البريست خدنا الباثولوجي، وخدنا الباثولوجي ده موضوع كبير قوي، وخدنا الكلينيكال بيكشر. ان شاء الله بالمقطع هنقف عند الحته دي في الفيديو الجديد اللي هو الديفرنشال دايجنوزز والانفستيجيشن والتريتمنت، لان زي ما اتفقنا موضوع البريست كانسر ده ممكن ياخد منا فيديو اثنين وثلاثه. اعمل ان اللي يسمع الفيديو ده لازم يسمعه قبل الفيديو الجاي، يعني البريست بالذات يا جماعه مترتب على بعض. هتلاقيني بقول كلام في الفيديو واقول لك زي ما قلت لك هاتوه مني. فلو سمحت اي حد بيشوف فيديو بتاع بريست بيشوف الفيديو الثالث او الرابع، لو سمحت انت من الاول احسن لك علشان ما تتوهش منه. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي الخاص بالديفرنشال دايجنوزز والانفستيجيشن والتريتمنت اوف بريست كانسر. شكرا، سلام عليكم.